إذن والحديث عن هذا ومتابعة لكل هذا المخلفات معنا عبر الهاتف مباشرة من ولاية ميلا مدير الأشغال العمومية السيد عبد الله سلاي، مساءك سعيد، أهلا بك معنا. مساء الخير أخي، مساء الخير. أهلا بك معنا. إذن سيد عبد الله سلاي، مثل ما تابعنا القليل من الأمطار في ولاية ميلا أدت إلى أضرار كبيرة، بصفتك مدير الأشغال العمومية لولاية ميلا، ما الذي حدث بالضبط في هذه المنطقة؟ تفضل. القليل من الأمطار يعني راه قليل بالنسبة للحوادث، يعني احنا متوقفين بهذا الظاهرة لأن شلغم العيد مثلها مثل العثمانية والسكان، يعني في موقع يعني مصنعتين يعني في تابعة يعني في محيط اللي هو بلاطو الهضاب العليا، رانا مورفين هذه الظواهر يعني، والفرق تاعنا راهي ابتداء من يعني من الظاهره، من بدايه الظاهره راهي متواجده الى جانب يعني بعض الفرق مؤسسات يعني النظاميه لونا ولا ديو، ولكن مع بعض الاشخاص يعني تابعين اللي يتعاونوا مع الاشغال العموميه. حنا الفرق تاعنا راهي باشرت بتنحيط الاوحال، يعني ازاله الاوحال وتنظيف الشوارع الرئيسيه والثانويه، والعمل متواصله على ذكر يعني هذه الظاهره معروفه يعني في ليو بلاطو. شلغم العيد معروفه بمنطقه منخفضه مقارنه مع ليو بلاطو اللي دايرين بها، وحتى الطرق الوطنيه والطرق الوعيه معرضه لهذه الظاهره، ويتعامل معها كما يقولوا نحسب الظروف وبالامكانيات الموجوده، ولكن الظاهره ما تتجاوز يعني يومين ثلاثه على اقصى تقدير. غرق يعني المدينة أنا بعيدة، هذه الكلمة يعني بعيدة باش نقولوها. لا لو السيد عبد الله سلاي، لا لو كنت تتابع معنا هذه الصور اللي رصدها لنا مراسل تلفزيون النهار من سفيان بوعون، لو شفت معنا الصور التي تمر لا رأيت يعني أنه كل البيوت غرقت، لو شفت الحي بكامله، ولولا يعني ستر ولولا ستر الله يعني لكانت هناك أضرار يعني بشرية، لو كان يعني في الليل وكانوا الناس نايمين. نعم، خاصة أنه نحن في فصل الصيف. وي هما سيدي كونكراف لما هاد الفيضانات صرا لي بوان كولمينون هادو يعني لي كارتي اللي موجودين في لي بوان با، يعني المناطق الأكثر يعني انخفاضا وين تتسرب لهم يعني الآخر، حتى ولو كان ما طولش، ولكن هادو هما المناطق يعني اللي أكثر تعرضا لهاد الفيضانات. وأنا قلت يعني شلغم العيد موجودة في منطقة منخفضة تاع رولونداز كما نقولوا بالعمليه التقنيه، هذه هي الظاهره، ما نقدروش نكونوا في منأى يعني على انوراج يعني ظاهره طبيعيه نقدروا، الا اذا كان يعني خرجنا المدينه، هذا هو الواقع يعني. طيب هو واقع، لكن يمكن ان تكون هناك حلول على الاقل حتى نتفادى يعني في فصل الشتاء تساقط امطار لما تكون غزيره، لانه حسب المواطنين ربع ساعه فقط ادت الى هذه الاضرار. نعم، هناك دراسات على مستوى مدينه شلغم العيد يعني مصالح الموارد المائيه في الاتجاه يعني تاع حمايه المدينه، مثل ايجاد حلول يعني كيفاش المشاريع تاع انجاز تصفيه المياه وصرف المياه راهي متواصله ان شاء الله، لتكون يعني كما يقولوا برامج مستقبليه يعني تظهر تواجه هذه الظاهره نهائيا. ولكن دعني اقول انه هذه الظاهره طبيعيه، لن تكون اي مدينه يعني في منأى على هذا الامر الا اذا كان يعني دار يعني تحل المشكل نهائيا عبر يعني منشآت صرف دائريه، يعني دائريه بالمدن، وتكون يعني بدرجة أهمية كبيرة جدا إن شاء الله. هذا ما نتمناه. شكرا جزيلا لك سيد عبد الله سلاي، كنت معنا مباشرة من ولاية ميلا مدير الأشغال العمومية، شكرا جزيلا لك.